المرة اللي فاتت ابتدينا في الانتي هيستامينز، وخدنا شورت انترودكتوري بارت، وعرفنا الهيستامينز وبتطلع منين، والالرجيك رياكشنز والانتيجين انتي بودي رياكشنز اللي بيطلع منها الهيستامينز، اللي بيطلع على اثرها الهيستامينز من الماست سيلز. وعرفنا ان الهيستامينز في حتى الان السب تايبس بتاعت الهيستامين ريسبتورز اللي مسؤول عن الالرجيك رياكشنز وغير الالرجيك رياكشنز، هم اربعه سب تايبس اللي هو H1 و H2 H3 و H4، وقلنا انه احنا هنكتفي بدراسة H1 و H2 لان دول اللي ليهم well defined well proven و approved من ال FDA drugs بتعمل targeting ال H1، وقلنا H1 هي المسؤولة عن allergic reactions والريانايتس وال يعني ادويه البرد كلها بتبقى انتي هيستامينز بتعمل تارجتنج للاتش 1 سب تايب. اما اتش 2 فده مسؤول عن الريليس بتاع الجاسترين هرمون اللي في الجاستريك ميكوزا اللي بيجي على اثره انه يطلع اتش سي ال سكريشن. فالناس اللي عندها بيبتيك ألسر، الناس اللي عندها زولينجر اليسون سندروم، الناس اللي عندها اوزوفاجيال ريفلوكس او اوزوفاجيال ريفلوكس، الناس دي طبعا بيبقى وضعها خطير جدا ولازم يحصل ادجستمنت للحموضه بتاعه المعده لان بتؤدي الى كومبليكيشنز خطيره جدا، فبيستخدموا لها انتي هيستامينز بتعمل تارجتنج للسب تايب الثاني اللي هو اتش 2. وقلت لك انه من اخطر الحاجات بتاعه يعني من السايد افكتس الميجر سايد افكتس بتاعه الانتي هيستامينز انها ممكن الاولد او الكونفنشنال دراجز اللي هي اللي احنا متعودين عليها الرخيصه كمان اللي في الصيدليه اللي هي الانتي هيستامينز ديت اللي هي بتعدي البلاد برين بارير وبتروح للسي ان اس، فطبعا بتاثر على البرين امينز وممكن تعمل سي ان اس كومبليكيشنز ومنها السيديشن سايد افكتس ومنها السيديشن. فطبعا كان زمان قبل الانواع الجديده بتاعت الانتي هيستامينز ما تظهر كانوا بينصحوا المرضى ان هم ياخدوا الانتي هيستامينز ديت حتى لو عنده برد، عنده رشح، عنده الرجيك رياكشنز، انه ياخد الانتي هيستامينز وهو قبل ما ينام، لكن ما ياخدهاش الصبح وهو رايح الشغل علشان خاطر ان هي بتبقى سيداتيف وبتخليه ينام او ميبقاش مركز. نتيجه السي ان اس كومبليكيشنز اللي نتيجه برضو انه الانتي هيستامينز دي بتبقى لايبوفيليك قوي وبتعدي بلاد برين بارير. حاليا دلوقتي في انتي هيستامينز بتبقى جديده، الانتي هيستامينز الجديده ديت ما بتعديش البلاد برين بارير وليها بريفرال بتشتغل على البريفرال هيستامين ريسبتورز اتش 1 ريسبتورز وملهاش اي سي ان اس سايد افكت. طبعا الكلاسز برضو انا اكدت على حاجه مهمه المره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت لما اديتكم الانترودكتوري بارت وقلت لك انه الانتي هيستامينز عشان بتشتغل على الالرجيك كونديشنز، لكن المايلد الرجيك رياكشنز جوه الجسم مش الحالات العنيفه. يعني ممكن جدا في واحد عنده برونكايتس او برونكيال ازمه مش هنعتمد على الانتي هيستامينز، لكن ممكن ياخد الانتي هيستامينز مع الكورتيزون او الكورتيكوستيرويد دراج. فالحالات العنيفه في الالرجيك رياكشنز او الحساسيه لبرونكيال ازمه واتس ايفر نوع الالرجي العنيفه ديت او سببها ايه، لا مش هنعتمد على الانتي هيستامينز لانها تعتبر للمايلد الرجيك رياكشنز.
يعني حساسية خفيفة على الجلد، قرصة ناموسة أو قرصة بعوضة whatsoever، يعني الحاجات الخفيفة ممكن ندهن حاجة أنتي هيستامين أو ناخد هيستامين أورال أو سيستميك. لكن لو أنا حالات الأرجي ألرجي قوية جدا وبرونكيال أزمة وواحد بيجيله أزماتيك أتاك، لا ده هيعتمد على الكورتيزون وهياخد الأنتي هيستامين كأدجوفنت ثيرابي. فعشان كده دايما الانتي هيستامينز هتلاقوها للريانايتس وادويه موجوده في ادويه البرد وادويه الحساسيه وادويه الترجيع، وهنعرف ليه مش حساسيه لكن ادويه الترجيع. ف ليتر اون يعني كمان شويه في المحاضره هنعرف ليه. الانتي هيستامينز ليها كذا كيميكال كلاس، ودي تعتبر يعني من الادويه اللي فيري انترستنج وبيجي عليها اسئله كتير جدا، لانه الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيبس والاستراكشرال فيتشرز اللي موجوده في ادويه الانتي هيستامين هتلاقوها فيري ريتش جدا وهتبقى اتراكتيف جدا لاي انستراكتور ان يجيب عليها اسئله. اول كلاس في الانتي هيستامينز اللي هو الانهبيتورز اوف هيستامين ريليس، وطبعا احنا قلنا ان الهيستامين ريليس بيطلع منين؟ من الماست سيل، فبالتالي هنستخدم حاجه اسمها ماست سيل ستابلايزر بحيث تمنع الماست سيلز من انها تطلع الهيستامين وقت الالرجيك رياكشنز. طبعا الكرومولين من الحاجات المشهوره جدا، دي كرومون ستراكشر، والكرومولين طبعا هتلاقي الاسم شبه الكيميكال ستراكشر. طبعا الكرومون ستراكشر بتاع الكرومولين مميز جدا، ما اعتقدش ان في اي حد ممكن يتلخبط فيه او يبقى عنده مشكله انه يتعرف عليه في الامتحان. وخلي بالك بقى الماست سيل ستابلايزر مش هتستخدم للتريتمنت ولكن بروفيلاكتيك، ولكن بروفيلاكتيك عشان لا زي ما قلت لك ده ادجوفنت ثيرابي بحيث ان المريض نقلل الازماتيك اتاكس بتاعته، لان هو عنده برونكيال ازمه، فلو عنده ازماتيك اتاكس الفريكونسي بتاعتها زادت فممكن نساعده بالكرومولين صوديوم بحيث ان هو يقلل الازماتيك اتاك بسايدز الدواء بتاع الكورتيزون. فطبعا الكرومولين بيفيد، يبقى هو اهم كي وورد. دايما انتوا عارفين انا ببقى حابه قوي الكي ووردز المصاحبه دايما للادويه، لان ديت بتبقى يعني لو انت حطيت الكي وورد اللي انا بقولها وانت بتذاكر وعلمت عملت لها هايلايتنج بالاخضر بالاصفر واتس ايفر، اول ما هتبص على الكيورد خلاص هتريكول كل المعلومات المهمه عن الدواء. فده مهم قوي في طريقه مذاكرتك انك دايما تربط الدواء لو مميز وفي حاجه مميزه عن غيره، انك تربط دايما الكلاس اوف دراجز او الميكانيزم اوف اكشن او الكيميكال ستراكشر او الدواء معين، تربط دايما بكي وورد تقوم كاتبها على جنب وعامل لها هايلايت، وتبقى تعمل بيها زي ما بيقولوا كده تعمل بيها تاجنج للكلاس من المركبات او تاجنج للكيميكال ستراكشر او تاجنج للميكانيزم اوف اكشن بتاع الكومباوند. فده مهم جدا في طريقه مذاكرتك للكلاسز بتاعت الادويه في الميديسنال كيمستري عشان ما تتلخبطش وتتوه. النيدوكروميل هتلاقي الكرومون برضو ستراكشر برضه يعتبر ماست سيل ستابلايزر وسوبيريور ذان الكرومولان ان تريتمنت اوف ازمه، لانه هتلاقيه مور افيشنت كبروفيلاكتيك اجينست البرونكي الازمه، بيقلل الابيسودز زي ما بيقولوا بتاعه الازماتيك اتاك. لدوكزامايد انا مش عايزاه خلاص، كفايه النيدوكروميل والكرومولان، فاللودوكزامايد انا مش عايزاه خلاص مش هيفرق، انا خدنا تو اكزامبلز فدول كفايه، والكرومولين يعتبر مشهور قوي في السوق المصري. بعد كده يبقى احنا خدنا اول كلاس الماست سيل ستابلايزر اللي بتمنع الهيستامين ريليز، ودي قلنا انها بروفيلاكتيك مش تريتمنت. التريتمنت ايه بقى؟ اولا زي ما قلت لك طالما احنا بنتكلم على ريسبتور انتاجونست يبقى هنتكلم على اتش 1 واتش 2. اتش 1 للالرجيك رياكشنز او الالرجيك كونديشنز، H2 للبيبتيك ألسر. فاحنا بنتكلم في الـ H2 ريسبتور أنتاجونست، ده موضوع تاني خالص، رغم ان هي هيستامين يعني هو متصنف على انها هيستامين، لكن سبحانك يا رب يعني الايزوفورمز مجرد H1 و H2 الفيسيولوجيكال فانكشنز بتاعت الريسبتور مختلفة تماما. فالـ H1 ريسبتور أنتاجونست طبعا دي اكيد للتريتمنت، ديت هتعمل ستوبنج لأي بايندنج للهيستامين مع
الريسبتور بتاعه، وبالتالي مش هيحصل سيجنالينج ترانسدكشن ولا اليرجيك رياكشنز تحصل جوه الجسم. طبعا زي ما قلت لكم في كونفنشنال او تراديشنال انتي هيستامينز القديمه اللي هي بتعمل ليها سي ان اس سايد افكتس. خلي بالك هو بيقول لك ايه، انه هي انهبيتس الاكشن اوف هيستامين اون تيشوز كونتيننج هيستامين اتش 1 ريسبتورز. هاويفر موست اوف ذيس انتاجونست هاف اديشنال افكتس at cholinergic, dopaminergic, and serotonergic receptors, and adverse central side effects, central effects, including sedation and drowsiness. وده الخطير في الترديشنال أو الكلاسز القديمة بتاعت الأنتي هيستامينز. هنا الكيميكال ستراكتشر بتاع الدواء غالباً ال H1 receptors structure شبه قوي السيروتونيرجيك ريسبتورز والدوبامينيرجيك والكولينيرجيك ريسبتورز. عشان كده الدواء لما بيعمل بايندنج على الهيستامين ريسبتورز بيعمل كمان بايندنج على السيروتونيرجيك والدوبامينيرجيك والكولينيرجيك. لكن الفكره في ايه، ان الريسبتورز دي سي ان اس، يعني سنترال، يعني ريسبتورز موجوده في السنترال نيرفس سيستم. طول ما انت مخلي الدواء ما بيقدرش يعدي البلود برين بارير، يبقى هتتجنب تماما النوع ده من السايد افكتس. يبقى الدواء مش هيقدر يروح للسنترال ريسبتور، النوع ده من الريسبتورز في السي ان اس، وبالتالي مش هيحصل السايد افكت. لكن طول ما الدواء لايبوفيليك انف وبيعدي البلود برين بارير يبقى هيعمل السايد افكتس دي. هنا بقى لعبه بقى الدراج ديفلوبمنت، هو ده الدراج ديزاين والديفلوبمنت بتاع الادويه بحيث نتجنب النوع ده من السايد افكتس. عشان كده لازم تبقى عارف ايه في الاستراكشرال فيتشرز بتاعت الانتي هيستامينز خلتها تروح السي ان اس، وانا قدرت اعالج الموضوع ده ازاي في الجينريشنز الجديده بحيث نتجنب انها تكروس البلاد برين بارير. فدي حاجه مهمه جدا لازم تبقى حاططها في دماغك ودايما متابعها معايا وانت بتذاكر النوع ده من الادويه. ال H1 antagonist are commonly subdivided into two broad groups, first generation or classical antihistamines. انا سميتها conventional وده صح برضو، قديمه او تقليديه، وال second generation or non sedating antihistamines، وده مهم جدا. يبقى اذا ال first generation دي الكلاسيكال اللي ليها سي ان اس سايد افكت، تتوقع الادويه دي هيكون وضعها ايه، هتعدي البلود برين بارير. اما السكند جينيريشن دي نون سيديتنج، دي مش هتعمل لا دراوزنس ولا سي ان اس سايد افكتس او تعمل سيديشن. يبقى تتوقع ان الادويه دي وضعها ايه. يعني دايما اقرا الكلمه وهات الخلفيات اللي ممكن ما تبقاش مكتوبه، بس يعني ادي لنفسك فرصه يبقى عندك حريه في انك تفكر. يعني خلي عندك حريه، مش لازم انت بتفكر وفقا للكلام اللي مكتوب بس. يعني ادي خلي خيالك يبقى مفتوح شويه بحيث ان انت تقدر تتوقع وشوف هاو ماتش الاكسبكتيشنز بتاعتك كانت متفقه مع الرياليتي او الريل انفورميشن ولا لا. فده مهم جدا حتى وانت بتقرا اي حاجه او بتقرا عن الادويه ان جنرال بصرف النظر عن الكورس بتاعنا. يعني الفيرست جينيريشن وقلنا دي السيديتنج او الكلاسيكال دراجز انتي هيستامينز، دي ايثيلين ده مهم قوي الكيميكال كلاس، لانه زي ما قلت لكم يا سنه رابعه انا دايما بحب اجيب النوع ده من الاسئله للستودنتس اوف اكسلنس اللي استوعبوا الماده العلميه وفهموا يعني ايه ميديسينال كيمستري ويعني ايه ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب، وايه يعني ايه ستراكشرال فيتشرز وايه دورها وايه اهميتها في تمييز الادويه، وان هي بتحكم الفارماكوديناميك ريسبونس وبتحكم السايد افكتس وبتحكم الافشنسي بتاعه الدواء وبتحكم السلكتيفيتي وبتحكم لي حاجات كتير قوي. فده السؤال ده مش هيجي لكل الناس، ده هيجي للستودنتس اوف اكسلنس اللي استوعبوا كلمه ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. فعشان كده مهم جدا الكلاسز دي، فيري انترستنج، تبدو سهله وبسيطه لكن محتاجه منك تركيز وانت بتذاكر. الفيرست جينيريشن ايثيلين ديامينز، طبعا ده اول كيميكال كلاس، ايثانولامينز، الكايل امينز، بيبرازينز، تراي سايكليك.
الفايف كلاسز دول تتوقع اهم جنرال ستراكشرال فيتشرز انها ايه؟ طبعا لايبوفيليك، لازم هتكون لايبوفيليك، والا هتبقى سيديتنج ازاي؟ هتروح على الكولينرجيك والدوبامينرجيك والسيروتونرجيك ريسبتورز اللي موجوده في السي ان اس ازاي؟ لازم هتروح للبلاد برين باري، مش هتاثر بشكل برافرال بس، احنا عايزينها تاثر على الهيستامين ريسبتورز البرافرال، مش تروح للسي ان اس، تروح تاثر على الريسبتورز بتاعه اللي ليها علاقه بالبرين امينز. السكند جنريشن اللي احنا قلنا عليها نون سيديتنج، في كمان ثيرد جنريشن. النون سيديتنج ابتدت من السكند جنريشن، عملوا فيرذر ديفلوبمنت فحصلوا على مركبات اميز بكتير جدا من السي ان من السكند جنريشن. ممكن تبقى نون سيديتنج بس مور بوتنت في الثيرد جنريشن، وهنشوف. المهم قوي زي ما قلت لكم يعني دايما ده الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب والجنرال استراكشرال فيتشرز، لانه وارد في الامتحان اجيب لك انه دواء شبه اللي انت درسته، يعني انت عارف ان الدواء ده مثلا كلورفينيرامين، انا ممكن اجيب لك حاجه شبهه بس ما هواش الكلورفينيرامين. اول لو انت مستوعب يعني ايه استراكشرال فيتشرز، اول ما تبص على الكومباوند تحلل الاستراكشر، تعمل استراكشرال اناليسز، تبص على الاستراكشر بتاع الكومباوند والدواء، قول لما اقول لك سجست بقى يعني قول لي الدواء ده ممكن يشتغل ازاي او يتحرك فين او يبقى الفارماكو دايناميك ريسبونس بتاعه ابون تريتنج البيشنت بدواء زي ده، او الدواء ده ممكن يشتغل في اي مجال. واحنا على فكره عشان تبقوا عارفين اللي انا بقوله لكم ده مش من الخيال، احيانا بيتعرض عليا كباحث انه احنا عندنا الكومباوند ده عملنا له سينثيسز، تتوقعي يا دكتوره المركب ده يدي في انهي اتجاه؟ يعني يبقى ليه فارماكولوجيكال اكشن في انهي اتجاه؟ ابتدي انا كميديسنال كيمست احلل الاستراكشر ده واشوف ده يدي على ايه؟ بيزد على ايه؟ على دراستي للاستراكشرال فيتشرز بتاعه الكيميكال كلاسز بتاعه الادويه. الاستراكشرال فيتشرز بتاعه الالكايلامينز احنا قلنا اول كلاس هيبقى مين؟ ايثيلين دايامينز، بتاعه الايثيلين دايامينز. الايثيلين دايامينز قال لك عباره عن سبيسر زي ما انت شايف، تو اروماتيك رينجز اهم باينين قوي. دي للفيرست، خلي بالك ديت هتبقى للايثانولامين والالكايلامين والايثيلين دايامين الفايف والبيبرازين والترايسايكليكس، هيتطوروا مع الوقت لكن جنرالي هم دول الاستراكشرال فيتشرز الاساسيه للكلاسيكال فيرست جينيريشن. تو ايرايل رينجز، تو اروماتيك رينجز كونكتد تو سنترال كربون زي ما انت شايف اللي هي اكس دي، او نيتروجين او اكسجين. اذا التو ايرايل يبقى اذا اول حاجه تو ايرايل رينجز كونكتد لبعض عن طريق سنترال كربون او نيتروجين او اكسجين. سبيسر بتوين السنترال اتوم اللي هي الكربون او النيتروجين او الاكسجين اللي هي الاكس والامين يوجوالي من 2 ل 3 كربونز، اذا في سبيسر. السبيسر ده بيكونكت ما بين مين ومين؟ قال لك تيرمينال امينو جروب زي ما انت شايف كده. وبيكونكت ما بين التيرمينال امينو جروب وايه كمان؟ والسنترال اتوم اللي بتكونكت تو ايرايل رينجز اللي هي الكربون او النيتروجين او الاكسجين. قال لك السبيسر دي لازم تكون من 2 ل 3 كربون ان لينث، كان بي لينير او رينج او برانش، يعني ممكن جدا الاثنين او الثلاثه كربون دول يبقوا سايكل، ممكن يبقوا برانشد وممكن يبقوا لينير يعني نورمال تشين عاديه، هنشوف ده في الاكزامبلز اللي جايه الصوره هتوضح اكتر. ممكن كمان تكون ساتوريتد يعني سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2، وممكن تكون ان ساتوريتد يعني ايه؟ يعني تبقى سي اتش دبل بوند سي اتش مثلا، يبقى في النص كده الثلاثه كربون سي اتش دبل بوند سي اتش سي اتش 2 مثلا. هنشوف ده، شوف بس حد سمعت صوت حد عايز يدخل.
يسري، انت رافع ايديك، كنت محتاج حاجة؟ يا دكتور آسف بالغلط طب معلش يا جماعة، الناس اللي ريز هاند تنزلها، عشان بس انا ما بقاش ديستراكتد وحاسة انه في حد عايزني وانا مش عارفة، مش عارف يوصل لي. اوكي شكرا، نرجع بقى لموضوعنا تاني. الحاجة كمان التانية، التالتة قصدي، الأمين is substituted with small alkyl groups. بمعنى إيه؟ إنه طبعا الـ R1 و R2 دي الأمين، دي الجروبس اللي substituting الأمين، فدي لازم تكون small alkyl groups، يعني ممكن تكون ميثايل إيثايل، لكن ما تكونش تيرشري بيوتايل، تكون small alkyl groups. Chirality at X إمتى هتكون chiral؟ الكيراليتي ات اكس في حاله، طبعا هنا الكيراليتي بتاعت الاكس عمرها ما هتكون كايرال الا اذا كانت كربون، لكن لو اكسجين ونيتروجين ما فيش كيراليتي. اذا الكيراليتي ات اكس and having the rings in different planes بتزود البوتنسي اوف ذا دراج. اذا لو انا عندي هنا بدل الاكس هنا او السنترال اتوم كانت كربون، والكربون دي كانت كايرال، بمعنى ايه كايرال؟ بمعنى انه طالما هنا عندي 3 برانشز يبقى هي سي اتش، والبرانشز اللي طالعه لازم تكون ديفرنت جروبس، يعني لازم يكون عندي 4 ديفرنت جروبس. مبدئيا عندي الاتش لو هي تراي سبستيتيوتد، الايرايل رينجز دي ممكن يبقى في بريدين وفي بنزين، يبقى اذا دول ديفرنت، والسبيسر دي الكايل تشين، يبقى دي ادي رابع جروب ديفرنت. اذا الكايراليتي والكايراليتي مش هتتوفر غير في حاله ان الاكس دي عباره عن ايه؟ سي اتش 2. قال لك دي بتزود، مش essential بدليل ان انا بسمح لوجود النيتروجين والاكسجين، لكن لو موجوده هتخلي فيه enhanced potency و potency للايه؟ للكومباوند او للدراج. نيجي بقى نشوف الاول كلاس الايثيلين دايامين ونشوفها هي الداست فات الستراكشرال فيتشرز اللي قلنا عليها ولا لا. يعني احنا هنقول هنبص كده نشوف هي it does fit the structure features اللي احنا قلنا عليها او لا. قال لك انه التريبلين للنامين انا مش عايزاها، انا عايزه الانتازولين فوسفيت. الانتازولين فوسفيت احنا قلنا انه اولا في سنترال اتوم ماسكه اتنين ايرايل جروبس، ادي السنترال اتوم ماسكين في اتنين ايرايل جروبس، كمان السنترال اتوم هنا عندي ايه؟ نيتروجين، كمان في سبيسر عباره عن من اتنين لتلاته كربون بينتهي بامين جروب. السبيسر ممكن يبقى فيها تبقى ساتوريتد او انساتوريتد. هنا السبيسر زي ما انت شايف هو جوه سايكل، ما تقولش مثلا ان السبيسر ده لا مش مظبوط لانه ده 1 كربون، لا ده مش 1 كربون، ادي كربونه وادي الثانيه، وبعد كده اما دي تعتبر تيرمينال نيتروجين لو هتعتبرها، او دي كمان تعتبر تيرمينال نيتروجين. سبستيتيوتد بايه؟ سبستيتيوتد بسمول الكايل جروب. هنا يعتبر لو هي دي الان تيرمينال كربون هتبقى ديت 1 كربون سبستيتيوتنج التيرمينال نيتروجين دي، وهنا 1 كربون سبستيتيوتد، يبقى هي ايه؟ تعتبر داي سبستيتيوتد وبسمول الكايل جروب اب 1 كربون زي ما انت شايف. او لو هنيجي العكس، يعني انا برجح ان دي اللي تبقى تيرمينال كربون اكتر منها ايه؟ اكتر من ال NH، لان دي هتعتبر داي سبستيتيوت. استيل برضو لو هنا عندي هنا N تعتبر برضو داي سبستيتيوتد، هنا مش داي مونو سبستيتيوتد، لان هنا ال 1 كربون ولكن هنا ال H مش سبستيتيوتد. يبقى زي ما قلت لك الموضوع مفتوح، بس هي كونها it does fit it does fit. ليه؟ لان انا عندي 2 كربونز اهم، واحد اتنين في تيرمينال نيتروجين
موجودة، معرفش اللي فتحت له الميكروفون من شوية يرد عليا صوتي واضح ولا في حاجة، في مشكلة؟ الكرسر كمان الماوس اللي أنا بعلم بيه واضح ولا في مشكلة؟ تمام واضح يا دكتور. تمام. النيتروجين اهي داي سبستيتيوتد بوان كربون، طالما سواء جوه حلقه سواء فري تشين ميثايل مثل جروب مش مشكله. خلاص ادي تحليلك للكومباوند. يبقى لما تشوف حاجه شبه الانتازولين بص على المركب، في اتنين ارايل وفي سنترال اتوم وفي سبيسر، والسبيسر بينتهي بنيتروجين والنيتروجين داي سبستيتيوتد، كل ده بيقول لك ان انت معاك اتش 1 ريسبتور انتاجونست نو ماتر وات الكيميكال كلاس ايه. مش ضروري تتعرف على الكيميكال كلاس، لكن الجنرال ستراكشرال فيتشرز بتقول ان انا عندي ايه، عندي انتي هيستامين اتش 1 ريسبتور انتاجونست. ده ايسيلين ديامين؟ لان انا عندي 1 2 وده يعتبر ايسيلين. طبعا هي دي ايسايلدين مش ايسيلين قوي، بس لو احنا بصينا على الكومون ستراكشر لو هنا في CH2 فدي بنسميها ايسيلين. ديامين ليه؟ على اعتبار ان الاكس دي بنيتروجين. يعني لو امتى تكون في ايسيلين ديامين؟ يعني اول كلاس لما تكون الان دي ايه نيتروجين، فايسيلين داي امين الترمينال نيتروجين او الامين موجوده، وكمان السنترال اتوم اللي اتفقنا عليها كانت نيتروجين. ففي الحاله دي بنسميها ايه؟ ايثيلين دايمين. هناخد الانتازولين فوسفيت. هل في امثله ثانيه؟ خلاص احنا خدنا الانتازولين فوسفيت. الايثانولامين ايثرز، الايثانولامين السنترال اتوم بتاعتي عباره عن ايه؟ لا مش اكسجين، السنترال اتوم هنا كانت ايه؟ كانت كربون. هل الكربون هنا هتبقى كايرال؟ لا. ليه؟ لان انا عندي الداي ايرايل رينج وشبه بعض، يبقى اذا الكربونه دي عندها تو جروبس شبه بعض او زي بعض ايدنتيكال، اذا دي ما ينفعش تبقى كايرال كربون. الايثانولامين ليه؟ لان ده يعتبر ده السبيسر السنترال اتوم هنا عندي ايه؟ كربون. احنا قلنا السبيسر يا اما 2 او 3 اتومز، فانا عندي اكسجين واتنين كام؟ واتنين كربون، يبقى السبيسر 3 اتومز اهو. عندك منهم قلنا اتنين او تلاته كربون، هنا في كام كربون؟ هنا في اتنين كربون. ترمينيتد بايه؟ بتنتهي بايه؟ بامينو جروب. سبستيتيوتد بايه؟ بسمول الكايل جروب. اذا الدراج ده داز فيت الجنرال ستراكشرال فيتشرز بتاعت الكلاسيكال انتي هيستامينز ولا لا؟ ات داز فيت. النوع الكلاس دي ايه؟ الكيميكال كلاس قال لك ايثانولامين ايثرز. طبعا ايثانولامين لانه لو انت شلت الدايفينايل ميثين ديت، لو شلتها وخليت الاكسجين واقفه لوحدها تبقى او اتش، ولما تبقى او اتش هيبقى ده ايه؟ ايثانول امين، ايثانول امين. خلاص من هنا جت التسميه. انا مش عايزه الكيميكال نيم، انا مش عايزه الكيميكال نيم. قال لك بقى طبعا تتوقع مركبات فيها اتنين فينايل رينج وعندها سايد تشين فيها داي ميثيل امينو، لازم المركبات دي تبقى لايبوفيليك جدا، عشان كده هي بتعدي البلود برين بارير وبيسموها سيديتنج انتي هيستامينز. الكلاس دي طبعا ليها سيجنيفيكانت انتي كولينرجيك سايد افكتس والسيداتيف. ليه؟ لانها طبعا بتعدي البلود برين بارير. الدواء ده اسمه ايه؟ وطبعا مشهور جدا الدايفين هيدرامين في معظم ادويه البرد كلها. الدايفين هيدرامين. هيدرامين تفكرك بايه؟ هيدرا جايه من اول او الايثانولامين، فديت تفكرك يعني دايما اربط الكيميكال الاسم الدواء الجينيريك نيم بالكيميكال ستراكشر بتاعه، وده طبعا سيديتنج وليه انتي كولينرجيك سايد افكتس. النوع الثاني هتلاقي نفس الاستراكشر فيتشرز، لكن هل ده الكاربينوكسامين ماليت او السليستين او الكليستين، سوري الكليستين، الكاربينوكسامين ده ماليت؟ تتوقع انه يكون مور بوتنت ولا ليس بوتنت؟ طبعا مور بوتنت. ليه؟ لان هنا الكربون هتبقى كايرال. ليه؟ لان بقت واحده من الايرايل رينج عباره عن بيريدين والايرايل رينج الثانيه بارا كلوروفينايل. طبعا انا اتخيل ان هو السايد افكتس بتاعته هتكون اكتر من
الدايفنهيدرامين ليه؟ لانه زاد عليه بيريدين فيها نيتروجين وزاد عليه كلورين في الفيناير رينج، دي بتزود اللايبوفيليستي، هتزود البوتنسي، لكن هتنعكس على السي ان اس سايد افكتس، لان هي هتروح للسي ان اس وتانتر اكت مع الريسبتورز اللي بتسبب السيديشن. زي ما انتم شايفين، يعني انا بقى ما مش هقرا كل سطر يا سنه رابعه، باقي المعلومات انت تقراها، ولكن هو طبعا زي ما قلت لكم كل الحاجات اللي بقول لكم عليها بتتحط في ادويه البرد. انا مش عايزه الكيميكال نيم، ولكن تبقى عارف شكل الكيميكال. لو جالك حاجه شبه ده لكن مش ده، ما تقدرش تحلل الاستراكشر، لا تقدر تحلل في سبيسر ترمينيتد بنيتروجين، داي سبستيتيوتد بسمول الكايل جروب، في اتنين ارايل رينج وعندهم سنترال اتوم بيطلع منهم التشين اللي احنا قلنا عليه. يبقى اذا ده يشتغل ك اتش 1 ريسبتور انتاجونست بصرف النظر عن اسم الدواء ايه. الدوكزايل امين ساكسينيت ده برضو انتي الرجيك اكتيفيتي، وزي ما قلت لك هو بيتحط، كل الحاجات دي بتتحط في ادويه البرد. ده زي ما انت شايف عشان حط بريدين، لانه حط بريدين هنا فزودت اللايبوفيليستي، فقال لك الانتي كولينرجيك افكت بتاعه بيبقى اكتر بكتير من يعني من البنادرال او الدايفين هيدرامين. خلاص التافيست ده اعتقد من الحاجات المشهوره في الصيدليه جدا، الكليماستين اكزيبت فيور سايد افكتس، اكزيبتس فيور سايد افكتس ذان موست انتي هيستامينز، وايدلي يوزد از انتي بروريتك، يعني للايتشنج والهرش والحاجات دي، زي ما قلت لك السكين راش والحاجات دي، فالكليماستين ده ممكن يبقى افكتيف جدا. لو بصيت على الاستراكشر هتلاقي ليه بقى مور بوتنت ويعني واقوى، لانه طبعا عنده بارا كلوروفينايل والكلورين بتزود اللايبوفيليستي، السايد افكتس اقل ليه؟ لان زي ما انت عارف البيروليدين رينج دي ممكن تعمل سولت في الفسيولوجيكال بي اتش لانها بيزك، فوارد انها تقلل اللايبوفيليستي وتخلي تحجم مرور الدواء عبر البلاد برين بارين. هتلاقي سنترال اتوم، هتلاقي التشين من 2 تو 3 اتومز منهم 2 كربون، هنا بقى كام كربون؟ 3 كربون، 1 2 3. الترمينال امين فين؟ جوه السايكل، طالع منها ايه؟ 1 كربون اهي و1 كربون اهي. يبقى اذا هي سبستيتيوتد بسمول الكايل جروب، البرانش اللي طالع من النيتروجين الترمينال نيتروجين دي عباره عن 1 كربون، وبالتالي دي تعتبر حتى لو جوه حلقه، فبالتالي ده تحليلك للكومباوند للاستراكشر بتاع الكومباوند. فال1 كربون اللي طالعه دي يعتبر هي طالع منها سمول الكايل جروب. الدايمين هيدرينيت او الدرامامين برضو من الحاجات المشهوره دي، طبعا بتتاخد مع الكافيين ليه؟ لانه الدواء سيديتنج جدا لكن افكتيف جدا كانتي هيستامين، فعشان كده بيدوه لانه ليه سترونج سيداتيف افكت، فعشان كده بيدوه مع الايه؟ مع الكافيين. شوف بس حد خلاص يا سنة رابعة، قال لك إنه الدواء ده ريدلي طبعا كروسز البلود برين بارير، فعشان اللايبوفيليستي العالية بتاعته قوي ديت، خلي بالك هو إيثانولامين، ولكن ليه أنتي إماتيك، بمعنى إيه؟ إنه ما هوش أنتي ألرجيك قوي، ولكن ليه أنتي إماتيك وقوي كأنتي إماتيك، وهقول لك انه هتظهر علينا بعض الانتي هيستامينز اللي هي انتي هيستامينز ولكن بتتاخد للفوميتنج او الموشن سيكنس.
انتي اميتك، وطبعا بتتاخد معها الكافيين زي ما انت شايف كده، لانه بيعمل سترونج سيديشن. بيعمل ايه؟ سترونج سيديشن. انا بس طبعا هو ما بيبقاش كافيين، ولكن 8 كلورو ثايوفيلينيت، حاجه زي الكافيين. 8 كلورو ثايوفيلينيت، ده 8 كلورو ثايوفيلينيت. ثيوفيلين طبعا معروف، بيتاخد كلورو ثايوفيلينيت شبه الكافيين، لانه ده ليه سيداتيف افكت قويه، فعشان ناخد الانتي ايماتيك افكت مع ونحافظ ونقلل السايد افكت، فبندي كلورو ثايوفيلينيت اللي هو الدرامامين. الالكايل امين ده ثالث كلاس، ده ايزومرازم از ان امبورتنت فاكتور ان ذيس كلاس اوف دراجز، ويتش از ديو تو البوزيشننج اوف اند فيت اوف ذا مولكيول ان الهيستامين 1 سب تايب 1 ريسبتور بايندينج سايت، ليها فيور سايد افكتس. الالكايل امين خلي بالك ده ايزومرازم، هقول لك ليه. ليها فيور سايد افكتس وجي اي يعني جاسترو انتستينال ادفرس افكتس، لكن greater incidence of CNS stimulation. These drugs lack spacer molecule. مفيش spacer. مش هتلاقي، خلي بالك الالكايل امينز مش هتلاقيها بالشكل الconventional اللي انت متعود عليه اللي فيه spacer وterminal امين. Usually a nitrogen or oxygen between the two aromatic rings, and at least one of the rings has nitrogen included في الاروماتيك رينج سيستم. نشوف بقى الكلام الكتير، انا بحب ايه الاستراكشر على طول. زي ما انت شايف مفيش هيترو اتوم، هي سنترال كربون، يعني احنا ما بعدناش قوي تمام، بس احنا مش قدام مركبات بالشكل التقليدي برضو. زي ما انت شايف دي سنترال كربون اهي، في بريدين، في فينايل رينج، واحد اتنين في اتنين سبيسر وترمينال امين. دي الفينايل امين، والافيل طبعا معروف وعارفين بيستخدموه في ايه بعض المدمنين، يعني لو الصيدلي اللي واقف في الصيدليه مش مستوعب وواعي هو بيبيع ايه والادويه طبيعتها ايه، ممكن يطلعوا بالغلط للمدمنين. فلازم تبقى واعي وانت بتخرج الحاجه وتبقى فاهم بتعمل ايه. الافيل ده يعتبر من ادويه الحساسيه وبتتاخد للاطفال، فبياخدوها ويحطوها مع اللبوس بتاع الترامادول، يعني كانوا بيسخنوه، يقال يعني ان هم بيسيحوه ويحطوه جوه العلب الافيل ديت ويدوبوه، ويحصل يعمل سكيمنج للفاتي لاير بتاعت السبوزيتري. فطبعا دي من الحاجات الخطيره قوي، يقال يعني اتحكالي، انا ما شفتش بعيني يعني، اتحكالي انه ده اللي بيحصل، وبيدوبوا الفنايرامين اللي موجود في الافيل ده، مش بيدوبوا الماده بتاعت الاكتيف انجريدينت بتاعت الترامادول سبوزيتري، لانه زمان كان الترامادول اللبوس ما مش جدول، فكانوا بيحطوه في علب الافيل الشرب، فطبعا ده بيبقى خطير جدا. ف عشان كده طبعا الادويه ديت بتبقى يعني تبدو بتاعت حساسيه وبرد، لكن طبعا خطيره لان ليها سي ان اس سايد افكتس، وبعض المدمنين بيعتبروها يعني حاجه ذات ميزه. نرجع بقى للمحاضرة. زي ما انت شايف it's used to treat the hay fever والارتكاريا، زي ما قلت لك هي حاجة يعني حاجة بسيطة، الحساسية والارتكاريا وأدوية البرد، لكن طبعا زي ما قلت لكم أحيانا ممكن بيبقى ليها استخدامات خطيرة
زي ما بيقولوا كده اختراعات المدمنين يعني. ممكن تكون موجودة، عارفين الفايزين الخضراء والفايزين الحمراء بيبقى فيها الفنايرامين ديت. الفايزين الخضراء طبعا بيبقى فيها للاحتقان بتاع العين والحساسية بتاعت العين لما بتحمر، فبياخدوا الفايزين الخضراء لأنه بيبقى فيها زنك. الفايزين الحمراء بيبقى فيها الفنايرامين بس ما فيهاش زنك. ستيل احنا ستاندينج اطما ات اور
معلش يا جماعة، حصل انترنت انترابشن غصب عني، فنرجع تاني. بحاول ادخل الناس بس هنعمل stop recording وبعد كده نرجع نقيه.